تذكر يا صديقي إن الأمل شيء جيد، الأشياء جيدة، أشياء جيدة لا تموت أبدا، لا تموت أبدا. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل. الأمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم وسنمضي إلى الأمام. إذاعة الأمل، باب الأمل مفتوح. صباح الخير، صباح المحبة والجمال على كل المستمعين، مستمعي إذاعة الأمل. تحية صباحية عطرة على كل المستمعين وعليك أنت كمان يا حسين. ابتدى المشوار وفي البدء تقبلوا تحيات الفريق العامل. في الإشراف العام والمتابعة تقبلوا تحيات الأستاذ عبد القادر الحبيب، وتحياتنا من خلف الميكروفون حسين محمد ومعز حمد النيل. موضوعنا اليوم موضوع جميل جدا، حنتكلم فيه عن المعلم وفضل المعلم. كلنا لاحظنا التهميش الحاصل للمعلم في الوطن الحبيب. نعم عزة، كانت هناك الكثير من الأشياء اللي بتنقص من دور المعلم في وطننا الحبيب، لكن في العام الجديد كان هناك نوعا من نغلة ظاهرة وممتازة بالنسبة للمعلم، بالرغم أنه النغلة دي طالت الكثير من الوظائف لكن كانت مهمة جدا بالنسبة للمعلم. قال أحمد شوقي: قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرفه أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. لم تكتب هذه الأبيات عبثا، إلا أن المعلم هو منارة العلم التي تضيء الطريق للطلاب، فالمعلم هو الذي يسهل لهم طرق التعليم ويغرس فيهم القيم والأخلاق. وأيضا يمثل المعلم في نظر طلابه قدوة ونموذجا يحتذى به، حيث يقضي الطلاب جزءا كبيرا من يومهم مع المعلم، فيتأثرون بسلوكياته إلى حد كبير سواء كانت إيجابية أم سلبية، إذ لا يقتصر دوره على التدريس فقط بل يشمل التربية الأخلاقية أيضا وتقديم المعونة والاهتمام للطلاب. نعم، العديد من الأشخاص فقدوا الأمل وحاولوا الاستسلام في منتصف الطريق، ويمكن لظروف كثيرة مرت بهم، إلا أن المعلم كان حضورا وسببا في النهوض والمواصلة بفضل بعض الكلمات المحفزة منهم. الحديث طويلا عن المعلم، ومهما تحدثنا لن نستطيع أن نجازيه. نعم معزف، المعلم هو أساس المجتمعات بعد الأم، حيث نمي المعلم ما زرعته الأم. المعلم هو صانع الأجيال وباني شخصيات تلاميذه. وكذا بنكون وصلنا لنهاية برنامجنا معاكم، وفي الختام تقبلوا عاطر تحيات الفريق العامل وتحية لكل معلمي بلادي أينما كانوا. التبجيل كاد المعلم أن يكون رسول، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون. سبحانك اللهم.